ضيعة مساها بالعتم مغمور، بهونيك ضيعة مساها بالعتم مغمور، والأرض بدها الفرج والناس محتارة، ويوسف ومريم سوا بالفقر قط شهور، بهوني مغارة بعمر الدهر ختيارة، وتشوف مريم ع وهج النور والبخور نازل ملاك السما حاملها بشارة، وتحس فجأة الصبح ذنب الدني مغفور، وبلش يزهر ورد أبيض بالحجارة، وصاروا بهاك المسا يمروا الثواني دهور، وصاروا بهاك المسا يمروا الثواني دهور، في طفل بده يجي عالدني زيارة، والطفل فجأة ولد وتنور المعمور، وخلى قصور الظلم على الظلم منهارة، وما كنت أعرف بمفهوم العتم والنور، وما كنت أعرف بمفهوم العتم والنور، كيف بمرور الزمن على الأرض دوارة، أبناء زعم الأرض عم يولدوا بقصور، وابن الإله ارتضى يولد بالمغارة. We want.
شكرا دلال، كف كبير دلال ابو امني. والفرقه المسكيه مظبوط مظبوط، هذا مهرجان خصوصا مظبوط. انا بدي اكشفكم سر صغير. يوم السبت مساء ابو فرج وطاقم المجلس والموظفين، يعني كل الموظفين بدون استثناء، كنا قاعدين بالمجلس مرعوبين وعم بيقولوا لنا تعال نلغي الهدف. انه الطقس شتاء كان في كلمه واحد اتفقنا عليها، انه مفصوطه النية صافي. مفصوطه النية صافي. وانا ما بعرف بس يعني هو الله ويسوع اللي بغاره انه وقف الشتاء وعملنا احلى حدث. وابو فرج كان حكينا عن نص وعد، بس انت جابك وعد الناس كمان حدث كمان حدث. وكلمة شكر منك انت لها الفصيلة بس الختام. تعاون بالخير الجميع. بدي اشكر صميم الخير، طاقم، موظفين، وعمال مجلس خصوطة. ايوه. اللي شفتوهم قدامكم ليالي وايام متتالية، عمل بدون حدود تضحية. انا بشكركم من كل قلبي. انا مديون لكم بهذا النجاح. اولا بشكر اهل بلدي اللي دعموا هذا المشروع للسنة الثالثة على اكمل وجه ممكن. بتبيضوا الوجه، الله يخليكم. بشكر الفرقة التشكيلية اللي تحت الشتاء تحت الشمس وبالليل وبالنهار يرقصوا ويستقبلوا ضيوف بأحلى ما يكون. ناس رائعين، شباب الله يخليهم، احنا قدامهم. بشكر ضيوفنا خصوصا صغير اللي بتكبر بهالمئات وبهالالاف وبهالاجور، زملائي رؤساء المجالس، الكبار الموجودين، النساء، الرجال، الاطفال، كل الضيوف المعنى، كل ابناء شعبنا، شعب جميل، شعب يستحق. وان شاء الله بتنعاد على الجميع والكل بألف ألف خير. وطبعا لا ننسى الكنيسة ولجنة الكنيسة وأبونا الخول الله يسهل عليه موجود طبعا تواجدنا في السلام. شكرا للجميع وكل عام وانتم بخير جميعا. شكر خاص اولا للشباب اللي طوعوا خلال ايام الحدث باسم رئيس المجلس ابو فرج المحامي ادجار. عشرات الشباب كانوا متطوعين واشتغلوا يعني جهد كبير جدا. نشكر ايضا موقع اهلا اللي واكبنا على مدار يعني ايام ثلاثه ايام الحدث، والاف الصور موجوده راح تكون في موقع اهلا ابتداء من الليل وبكره صباحا. شكرا لكم على تعبكم على موقع اهلا. طلب خاص من دلال اللي بده يتصور انه يكون شوي بنظام بتعملوا معروف على اساس ما يكونش في ضغط كثير. تحيه لكم جميعا اهل بلدنا فصوطة، تصبحوا على الف خير، كل عام وانتم بخير، نلتقي في احداث قادمه ونتمنى لكم طبعا عام سعيد وامن ومحبه لكل اهل فصوطة، كل سكان المنطقه وكل شعبنا. تصبحوا على الف خير، شكرا لكم، تصبحوا على خير. عافيه. Yeah.
مبسوطة بين البلدان مشهورة بأغلى
الدخان تغيى كلي والريحان جنيني بالمزهرية هنيك اليوم العيد احمل ملك المعيدية هنيك اليوم العيد احمل ملك المعيدية وخير وكيفية سنهنيك بيوم العيد احمل ملك المعيدية سنهنيك بيوم العيد احمل ملك المعيدية وفصوطة المعتزيها وسال الطيب تجيب العون فصوطة المعتزيها وسال الطيب تجيب العون تسكب بالفنجان الكون وبتجيبه بالصينية سنهنيك اليوم العيد احنا الملك المعيدية سنهنيك اليوم العيد الملك المعيدية أجمل ما عندي غنيت لما أطرابك حليت أجمل ما عندي غنيت نفسي من عزك أغنيت لا نفس اعتزت بيا رشيد الشماس أبو الياس سمي اسم رشيد لأنه رشيد النخلي أمير الزجل كان يتردد وكان في علاقة بفصوطة منذ ذلك الحين وتكرر حضور الشعراء وشعراء الزجل تحديدا من لبنان ومنهم المرحوم الشاعر الكبير الياس شاكر والياس شاكر هو كان المعلم الروحي والمدرب والملهم لخليل روكز اللي بيعرف الشعر والزجل وخليل روكز هو الملهم والمعلم لموسى صغير هذه الأسماء كانت تتردد على فصوطة ومنهم أيضا الشاعر يوسف حاتم وعدد كبير من الشعراء يعني العم أبو راغب أعطاني عدة أسماء الياس شاكر قسطنطيني يا شاكر قسطنطين كان أعمى طيب ويوسف حاتم أمير العتابة وطبعا الحداي والزجل على مدار سنوات طويلة جدا بفصوطة مر عدد كبير من الشعراء القائمة طويلة وطبعا هنالك من حاول أن ينضم الزجل عندنا في البلد وخارج البلد فأنا بديش أغلط بحق حدا فعشان هيك بديش أدخل بالأسماء وحدا يعتب علي فأنا باسمكم جميعا تعال نحيي كل الشعراء وكل الزجالين في بلدنا وفي مجتمعنا وفي وطننا. وحاولت اليوم وين تبع الصوت؟ أعطيني شوي صوت عشان أبين شوي شاعر وزجال. حاولت ألاقي شيء أقدم فيه الزجل ما بنفعش نحكي عن الزجل وأنا ما أنا بعرف الزجل. وبديش كمان اغلط بالعربي ولا بالوزن ولا بالقافي
وانا جاي على الطريق هيك عملنا شويه تلفونات فوصلوني لقصيده للشاعر الكبير موسى صغير. فبيقول I'm gonna make you mine.